مشروع مغربي للكشف عن سرطان الثدي فاز بالميدالية الذهبية وجائزة التميز في المسابقة الدولية للاختراع والابتكار ICAN 2022 التي نظمت مؤخرا بتورونتو بكندا، وعرفت مشاركة 81 دولة وجهة لأزيد من 700 اختراع وابتكار. المشروع هو جهاز سكانير ذكي يكشف عن سرطان الثدي بطريقة التصوير بالمايكروويف، إذ يعد أول جهاز مغربي فعال وغير ضار ومنخفض التكلفة للاستخدام في المجال الطبي. هذا الاختراع المغربي 100% جاء بعد أكثر من 30 سنة من البحث والابتكار للبروفيسور محمد عمور، مدير مركز الابتكار التكنولوجي بالمدرسة المحمدية للمهندسين التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، وأحد طلبته في سلك الدكتوراه رضوان كارلي.